الذي أحييته فلك الحمد. قل أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. أنا الضال الذي هديته فلك الحمد. أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. روي عن منصور بن عمار قال خرجت ليلة وظننت أني أصبحت، وإذا علي ليل فقعدت عند باب صغير، فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصية مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا ولا لعقوبتك متعذبا ولا بنظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي وغرني سترك المرخي علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وسوءتاه من أيامي في معصية ربي، ويا ويلي كم أتوب وكم أعود، وقد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس وتجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صوتا واضطرابا شديدا ومضيت لحاجتي، فلما أصبحنا رجع وإذا أنا بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها: من الميت؟ فقالت: لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا فقرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار، سبحان من وفق للتوبة أقواما وثبت على صراطها أقداما، يا من ليت لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، إن تعذبني فبعدلك وإن ترحمني فأنت به جدير. إن علاج مشاكل الشباب والشيخ وأصحاب الهموم والغموم هو الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. نعم، الانضمام إلى قوافل العائدين، العائدين إلى الله بعد طول غياب، الذين أحرقتهم الذنوب والمعاصي، الذين جربوا الحياة في الظلام ثم اكتشفوا النور، الذين بدلوا ذل المعصية بعز الطاعة، الذين انتصروا على النفس والهوى والشيطان وحزبه، الذين آثروا الجنة على النار، الذين ندموا على ما فرطوا في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال بعضهم: إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة، فيقول إبليس: ليتني لم أوقعه في الذنب. وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وأمس تائبين. ليس عيب أن تخطئ، لكن كل العيب أن تصر على الخطأ، عيب أن تتمادى في الخطأ، عيب أن تنسى فضل الله عليك، عيب أن تنسى رقابة الله لك. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، فقل لي في نفسي قولا بليغا. قال: أعظك بخمس. قال: هات الأولى. قال: الأولى لا تأكل من رزق الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: هات الثانية. قال: الثانية لا تسكن في أرض الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم، الأرض أرضه والسماء سماءه؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه؟ قال: هات الثالثة. قال: الثالثة اذهب في مكان لا يراك فيه الله واعص الله. قال: أين يا إبراهيم وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ثم تعصيه؟ قال: هات الرابعة. قال: الرابعة إذا أتاك ملك الموت ليقبض الروح فقل له: إني لا أموت الآن. قال: من يستطيع يا إبراهيم؟ والله يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصيه؟ قال: هات الخامسة. قال: الخامسة إذا جاءتك الزبانية ملائكة العذاب تأخذك إلى النار فخذ نفسك إلى الجنة. قال: من يستطيع هذا يا إبراهيم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه؟ قال: اسمع يا إبراهيم، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا يا إبراهيم أستغفر الله
وأتوب إليه، فأعلنها توبة وإنابة وفرارا إلى الله، أعلنها رجعة وانضماما إلى قوافل العائدين. وأنت، نعم أنت، إياك أعني، يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك، ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك، ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا، أما آن أن تتوب؟ أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ أما آن أن تنضم إلى قوافل العائدين؟ أما آن لما أنت فيه متاب؟ وهل لك من بعد الغياب إياب؟ تقضت بك الأعمار في غير طاعته سوى عمل ترجوه وهو ثوابه، وليس للمرء سلامة دينه سوى عدلة فيها الجليس كتابه، يعني القرآن، كتاب حوى العلوم بكلها، وكل ما حوى من العلوم خواه، ففيه الدواء لكل داء فاضطر به، فوالله ما عنه ينوب كتابه. تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل ماضيا وحاضرا، تعال نأخذ العبرة من قصصهم، قصص ممزوجة بالندم والدموع، قصص مليئة بالصور والعبر، يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم، مآس وآهات، غرقوا في لجج المعاصي والمنكرات، فمن خمور ومخدرات وفواحش ومنكرات، وكانت النجاة بالفرار إلى الله والانضمام إلى قوافل العائدين. الخبر الأول، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عن أبي هشام الصوفي رحمه الله قال: أردت البصرة فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية، فقال لي الرجل: ليس ها هنا موضع، فسألته الجارية أن يحملني ففعل، فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع، فقالت الجارية: ادع ذاك المسكين ليتغدى معنا، فجئت على أنني مسكين، فلما تغدينا قال: يا جارية آتي شرابك، فشرب وأمرها أن تسقيني، فقالت: يرحمك الله إن للضيف حقا، فتركني. فلما دب فيه الشراب قال: يا جارية هاتي عودك وهاتي ما عندك، فأخذت العود وغنت، ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: عندي ما هو أحسن منه، عندي ما هو أحسن منه وخير منه. فقال: قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المنفوذة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ وجعل الرجل يبكي حتى انتهيت إلى قوله: وإذا الصحف نشرت. فقال: يا جارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. ثم ألقى ما معه من الشراب وكسر العود، ثم دعاني فاعتنقني وجعل يبكي ويقول: يا أخي، أترى أن الله يقبل توبتي؟ فقلت: نعم، إن الله يحب التوابين، فقلت: نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قلت: نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتاب واستقام وتبدل حاله، وصاحبته بعد ذلك 40 سنة حتى مات، فرأيته في المنام، فقلت له: إلى ما صرت؟ فقال: إلى الجنة. فقال: إلى الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. قال: بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك إذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أجلفت؟ علمت نفس ما أحضرت، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا إله إلا الله إذا نطقت العينان وقالت: أنا للحرام نظرت. لا إله إلا الله إذا نطقت الأذنان وقالت: أنا للأغاني والحرام استمعت. ولا إله إلا الله إذا نطقت اليدان وقالت: أنا للربا والحرام أخذ. فلا إله إلا الله إذا نطقت الرجلان وقالت: أنا للحرام مشي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعجبوا فما هم من المعجبين، وإن يستعجبوا فما هم من المعجبين. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تمور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم